يتعمق التدخل الروسي في المعركة الجارية في البادية السورية مع استئناف المقاتلات الروسية لغاراتها على مواقع مقاتلي المعارضة المدعومين من واشنطن. ميدانيا المعارك مستمرة دون أن يحقق أي طرف تقدما يذكر في الأيام الماضية، لكن النظام المدعوم بميليشيات من إيران يحاول التقدم مرسلا تعزيزة عسكرية إلى درعا التي تقع جنوب البادية بمحاولة للسيطرة عليها، فيما تبدو فصائل المعارضة أكثر إصرارا على الدفاع عن مواقعها وإجبار النظام على التراجع بعد سيطرته على نقاط حاجز ضاضة والسبع بيار حيث تدور المعارك الأعنف. هي معركة ينظر إليها على أنها مواجهة مباشرة وعلنية بين واشنطن وطهران للسيطرة على الحدود السورية العراقية، فطهران تسعى للحفاظ على نفوذها في المنطقة وضمان التواصل الجغرافي بين إيران والعراق وسوريا عبر البادية رغم الرفض الأمريكي لذلك. واشنطن لم تتدخل بعد بشكل مباشر في معارك البادية ولم توفر غطاء جويا لمقاتلي المعارضة الذين تدعمهم، رغم أنها أعربت صراحة عن مخاوفها من اقتراب الميليشيات الإيرانية من منطقة التنف حيث تقدم قواتها المشورة لفصائل جيش الحر. ماريا شحادة، العربية.